je vais repasser un peu sur les notions qu'on a abordées la dernière fois. Donc, quand on fait la modélisation d'une base de données, on pense aux entités, à tout ensemble d'objets qui ont des propriétés en commun. Okay? Quel est le téléphone qui est là? هني تليفونات عندهم اسم عندهم باركود عندهم برايس اوكي فبيخدون ان كومون لو كان انا ببيع تليفونات و تابلتس و يمكن كفرز والى اخره حساب بدي احكي عن شيء ان بو بلوس ابستري يمكن اقول سي ان ايتم او سي ان برودوي اوكي ان برودوي يل بو اتر دو تيب تليفون او 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 اذا كان هيك بيكون عنده سرعه البروسيسور كفر ما عنده سرعه البروسيسور اوكي اتسيتيرا اتسيتيرا دونك بلش اعمل اناليز شو هن الدوني اللي هن بيرتينون عندي مين هن الانتيتي كثير مهمة بالنهاية المعلومة مثلا نوقف الصف كلياته كرمالها شو اوكي دونك طالما انا المعلومات تاعولي بساعة وبتابل وحدة سي بيان اللي انا بقدر اكسبه ديجا هو اني اقدر اعمل ركتاج للباس دو دوني تاعيتي يعني بقدر اعمل ريشيرش لدوني ان سو بازون سور سارتان كريتير اوكي بس اكيد مش هذا هو الهدف الالتيميت بس لحاله الهدف اني انا اصير كمان اقول اذا عندي اشخاص هن ببيعوا هودي البرودوي او بيشتغلوا عليهم اقدر اعرف مين بيع شو كل واحد قديش اذا وصل للتارجت تاعيته ايه ولا لا تسمعوا بهالكلمه بعالم البزنس انه في عندك سيلز بيرسون وعنده تارجت معينه بدك تشوف اذا وصل اذا بيع العدد الايتمز المطلوبين اتسيتيرا اتسيتيرا دونك سي بنخلق تابل لحالها للسيلز بيرسون تابل لحالها للبرودوي بقدر انا اصير شو اعمل ريلاسيون بيناتهم اقول اعرف مين بيع شو اللي كمان احنا تعلمناه المره الماضيه قلنا انه في كارديناليتي لهدول الريلاسيون كارديناليتي مينيمال وماكسيمال وتعلمنا كيف نقراهم مثل بحاله البرودوي هون شفنا انه الي من الي ان فيت ما بدي استعمل كلمة برودوي، إلي برودوي، إلي فابريكي بار اون اي اون سول انتربريز اكزاكتومون، اوكي؟ دونك كمان في واحد سيف سايد يقرا هون، إلي فابريكي او موان بار اون انتربريز اي او ماكسيموم بار اون انتربريز، بس انه يعني لكن بار اون اي اون سول انتربريز، فيك تقراها بطريقة مختصرة. هون اون انتربريز ال بو فابريكي ان او بليزيور برودوي، اوكي؟ دونك هيك بنقرا هون بس بدنا نجي نسيني نشوف كيف نحولهم للتابل ان فيت كثير الكاردينالتي بتكون مهمه بس ما بناخذ المينيمال والماكسيمال اون ميم تون بهمنا بس الماكسيمال دونك هون بتطلع بنسى هي ال1 كي ا دروات جو كونسيدير جوست لو 1 كي لا بقول لك اذا الماكسيمال هون هو 1 والماكسيمال هون هي ان دونك سيت اون ريلاسيون دو 1 ا ان شو سميناها بالانجلي اسمها 1 تو ماني طيب الثانيه هي اكشلي many to many اوكي طيب حكينا عنهم انه دول هدو تيب دو ريلاسيون لما بدهم يتحولوا لتابل بيتحولوا بطريقه ان بو سبيسيال دونك اكيد كل انتيتي على عمياني كل انتيتي بتتحول ابسولومون لتابل بالباز دو دوني وكل اتريبيو انا هون حاطه بيتحول لفيلد او لشون لا نون دو كولون عنده تيب دو دوني معين بقدر سيف فيه دوني عن هال الاوبجي سو هدول الثلاثه حيطلعوا تغوا تابل على الاكيد بس اوقات ممكن يطلع عندي تعديلات على هدول التابل بور انستانس لما يكون عندي ريلاسيون 1 à plusieurs, 1 to many. شو اتفقنا بنعمل؟ كيف بنحولها لضلني محتفظ بمعلومة مين صنع شو؟ شو بعمل؟ من ميلة مين بجيب الكلي تاعيته وبحطها فوالا من ميلة الماني يعني الفاكتوري نمبر بروح بحطها عند البرودوي وفكر فيها سي تخي لوجيك بروح بجيب الاي دي تاع اللي ما ممكن يتكرر مرة ما ممكن يكون في أكثر من اي دي لأكثر من انتربريز صنعت برودوي معين يعني بروح باخذها وبحطها عند البرودوي هون فما بنرسمها بالرسم اللي بنسميها موديل ريلاسيونيل بس بنرسمها بالدياغرام انتيتي اسوسيسيون او انتيتي ريلاسيون بنرسمها بالدياغرام او الشيما ريلاسيونيل اللي هو شفناه سوا المره الماضيه عباره عن كاني عم بكتب بس التيتر تاعول الكولون دونك هنروح على الفيشيه اللي عملناه سوا دونك الشيما ريلاسيونيل هو بكتب فيه اسم التابلت اللي بتطلع معي وكل اتريبيو عندي اوكي
يا اما هالاتريبيو اللي هو بيكون انا ديجا مضطر سيف ولا بدي اعمل له موديل، يعني هيك عملت لها موديليزاسيون انه بهمني البرودكت نمبر، بهمني البرودكت نيم، بس كمان ممكن يطلع لي اشياء غريبه ما كانت موجوده بهذا التابلو، بس هي جاي من ورا الترانسفورماسيون دي ريلاسيون اون تابل امبليمونتابل باكسس او باوراكل او غيره. دونك هون جيت زدت مانيفاكتشرينج فاكتوري نمبر، اوكي دونك لو نيميرو دو لونتربريز كي لا فابريكي، سميناها هيدي سيت اون كلي اترانجير او فورين كي، وحطيت لها بالتالي اتوال فوقها. اوكي بس مشان نقول انه هيدي منا من اساس التيبل، لما حاخلق التابل هيدي حاعملها لوك اب ويزرد، حروح جيبها من غير محل من تابل تاني. اوكي فاكتوري بتنزل مثل ما هي لانه ما عندها علاقه 1 تو ماني مع حدا تاني، دونك هي اذا شيء امبليكي بريلاسيون ماني تو 1 مع حدا تاني، فمشان هيك ما بجيب اي دي حدا، فبيبقوا بس الاتريبيو اللي معرفينهم عندها بيبقوا مثل ما هن، اللي عنده اندرسكور يعني هو كلي بريمير، و ال دوز اوتر اتريبيو هن اتريبيو نورمو. بالنسبه للتابل اللي اسمها ستورز نفس الشيء، ما عندها علاقه 1 تو ماني مع حدا، عندها علاقه ماني تو ماني مع حدا تاني. الماني تو ماني شفنا بيتحولوا لشو؟ بيتحولوا ل اون نوفيل تابل ابار. هلا لما نروح نخلقهم بقلب الاكسس، اوكي يعني اذا هذا الحكيم ممكن يكون اشتغل مع هاي الممرضه، ونفس الممرضة تشتغل مع حكيم تاني، ونفس الحكيم الأولاني يشتغل مع ممرضة تالتة and so on. دونك ممكن نفس الحكيم يشتغل اوفر تايم مع أكثر من اوكي او فيل دو تون، ممكن يشتغل مع أكثر من ممرضة، نفس الممرضة ممكن تشتغل مع أكثر من حكيم، دونك صارت ماني تو ماني. هذا ما بقى يكفي أخذ أي دي حدا حط عند التاني، مضطر أخلق تابل أبار وقول هذه سي لا تابل دو بريزونس، أو اوكي إنه مين داوى من بأي نهار، أو التابل دو كولابوراسيون اوكي بين الحكمة والممرضات، بصير بحط فيها أي دي حكيم من ميلي، أي دي ممرضة من ميلي، أي دي حكيمة اوكي. وبشكل هالكوبل هيدا ما يتكرر، حكينا عن هيدي النقطة إنه بنحطهم اثنيناتهم كلي اترانجير وبنحطهم ككوبل مع بعضهم، اوكي صبايا وشباب تيبيكمون بنحطهم انه هن كلي اترانجير جايين من تابل تاني، بس ككوبل مع بعضهم معلم معلم الاثنين اتريبيو بقول له هدول الاثنين هن الكلي تاعت هيدي التابل، اوكي؟ مشان يصير الكوبل دكتور رقم واحد مع ممرضه رقم واحد ما يتكرر مره ثانيه، لانه سي انوتيل اذا اشتغلوا مع بعضهم اون سول فوا خلص، انا بس بيهمني اشتغلوا ولا ما اشتغلوا مع بعضهم. بارفوا بيكون انه لا بعد بيدخل معك ان تخوازيام اتريبيو كان هو كلي لالهم. كيف؟ اذا هن عن جد ممكن يشتغلوا مع بعضهم اكثر من مره، حتفكر فيها بكون مثلا يمكن الدات اللي اشتغلوا فيها مع بعضهم او الشفت اللي راحوا عملوه مع بعضهم هي اللي عم تفرق من ميلة لميلة. في يقول دكتور رقم واحد اشتغل مع الممرضه رقم واحد بتاريخ كذا، هن زيتهم رجعوا اشتغلوا بس هون حيصير التاريخ هو الميز بيناتهم. ساعتها اذا كان عندك هيك شيء حتعلم كمان كولون ثالثه حتخلق تزيدها هون كانها ان اتريبيو كي ديكري لا ريلاسيون، حتعلمهم ثلاثتهم مع بعضهم تعملهم ثلاثتهم مع بعضهم كلي، هيك بيصير مستحيل يتكرر ان ان مع نفس الدات سنا بات سونس، بس ان ان بي بي يعني دكتور ان مع الممرضه نيميرو 1 ب دو ا دو دات ديفيرونت ممكن تصير. اوكي دونك هيك نقدر نعالج دول الحالات. اكشلي هيدي منا هي الحاله الوحيده اللي بيلزم لنا فيها ندخل اتريبيو لا ريلاسيون، ممكن يكون اتريبيو ما ضروري يكون اتريبيو كلي، يعني ممكن اجي اقول سيل انه هيدا الستور سيلز هيدا البرودوي، بس مثلا على بالي اقول جايز، دونك يمكن انا على بالي اقول انه اي ستور اوكي باردون هون دونك سيل ستور نمبر اوكي وسولد برودكت نمبر، على بالي شوف انا اي ستور باي برودوي اوكي بس نبيعه باي سعر، اوكي دونك بيعه باي سعر، يعني ممكن يكون نفس البرودوي اوقات في محلات شين دو فيتمون اوكي دو فون دو فيتمون بتلاقي نفس القطعه، اذا كانت بداون تاون حق شيء، اذا كانت برا طب بكون حق شيء من شيء ثاني نفس الايتم. دونك طالما هذا الشيء ممكن يصير ساعتها صار تو اغا بزوان، بطل فيك تروح لهون تجيب برايس من هون، هذا كانه الاوريجينال برايس اوكي، هون صار في عندك بري دو فونت اوكي، يعني الستور برايس صار اذا سي سا شونج بار ستور ما بقى سيفو هون، سيب سيفو بقلب الريلاسيون المام. دونك يا سيربريز سيربريز، ما كنا حكينا عنها قبل، بس اون ريلاسيون ال بوت افوار دي اتريبيو المام، بس فكر في هذا الاتريبيو انه بري دو فونت، بري دو فونت لانه شيء بيوصف البرودوي بحد ذاته اوكي، ولا شيء خاصه بالستور بحد ذاته، يعني ما انه اتريبيو حطه بري دو فونت عند هذا الستور هو 10 دولار، لا 10 دولار لاي ايتام، ما عنده عشرات الايتام ببيعهم اوكي، طالما سا شونج
جو وقت نفس المجازان بار برودوي بس بروح بحطها هون اوكي نفس الشيء لما تسال حالك هل ترى هذا هو سعر سعر البرودوي بحد ذاته لا لانه مره 5 دولار هو بال لو افترضنا بفيردان مره ب 10 دولار هو بالداون تاون ليتس سي لكن سي فريمون سا شونج تسال حالك اكثر من مره تسأل حالك أكثر من مرة وين في يحطوا هذا الأتريبيو بيطلع معك لا فيك تحطه هون ولا فيك تحطه بقلب هيدي التابل أوكي دونك tu auras besoin de le mettre dans une relation à part أوكي دونك ça arrive souvent once again هذا هو اللي بيعمل ديزاين اللي بيهتم فيه أنت بس إذا لقيت شي مرة أوفال مكتوب جواتها اسم أتريبيو لازم تعرف إنه تيبيكمون بيكون ماني تو ماني فبيكون لما بدك تخلق هيدا التابل تاع هيدي الريلاسيون بتحول الأتريبيو اللي انكتب جوا بتشيله بتحطه برا بالتابل أبار par exemple, في يجي يقول انا حكيم مع مريض، اوكي؟ okay. ماني تو ماني، نفس الحكيم في حكيم عشرات المرضى، نفس المريض بحقله يروح عند عشرات الحكماء، ما مش ضروري يروح عند الحكيم واحد بس بكل حياته. في علاقة وان تو ماني مع الحكيم هي الميدسان تريتون، موجودة ببلاد برا نحن هون قليلة انه لك انه في دائما بيجبروك شيء اسمه ميدسان تريتون بفرنسا انه يكون هو الحكيم تاعك انت اوكي دونك ما في غيره دونك فيك تغيره اوفر تايم يس بس انه خلال فتره معينه ممنوع يكون عندك اكثر من انسل ميدسان تريتون هو اللي بيكون متابع الكا تاعيتك والى اخره بيعرف كل شيء عنك اوكي اون كا دورجونس او صار معك شيء من الاي دي تاعك دغري بيعرفوا مين ميدسان تريتون بيتصلوا فيه بدنا نعمل له ابره الفلاني فينا ولا لا بيعرف كل شيء عنك بيكون اوكي دونك هيدي بتكون وان تو ماني بس حكيم انت زرته بيوم من الايام ليعالجك يمكن حكيم انف اذن حنجره وات ايفر دونك بيتغير من وقت للتاني فبيكون ماني تو ماني شايفين كيف الناتور دي ريلاسيون ما في شيء محدد ما في شيء منزل ما في شيء بنعمله موديليزاسيون دون سال مانيير حسب انت شو الكاتعيتك دونك لو كان ماني تو ماني كنا بنحوله لتابل ابار بقول هيدا المريض راح عند هذا الحكيم عالج هيدا اند سو اون بياخذ الايديا تاعو الاثنين اذا كان وان تو ماني بس بياخذ رقم الميدسان تريتون بحطه عندي كانه صار شقفه من بطاقه هويتي كذا انا فلان الفلاني كذا كذا وهيدا الاي دي تاع الميدسان تريتون تاعي اوكي وتحت الماني تو ماني وان تو ماني سو ما المفروض بقى حدا يلخبط فيها لازم نشوف اليوم فعليا هذه بس مراجعه سريعه نشوف كيف فينا نخلقهم سو اكسس بالنسبه للاتريبيوت تاع الريلاسيون هذا شيء جديد عم بحكي عنه اليوم عم سوق له ححاول على نفس الاكزامبل هلا اخترعته تاع لكن ماني تو ماني بين حكيم ومريض في انا اقول شو شخص لي نهارتها في اقول انا Like, المريض رقم واحد راح عند الحكيم رقم واحد وقال له انه اعطاه هيدا الدواء او وصف له شغله فلانيه او شخص له انه هو دياجنوستيك كانت معه let's say وجع ظهر وتف اوكي نهار ثاني مع نفس الحكيم يمكن يعطيه ان دياجنوستيك ديفيرون اوكي اتسيتيرا اتسيتيرا دونك ساعتها في دخل دياجنوستيك كانك لي مشان يصير يميز بين دو توبل اوكي او فيها تكون الدات تاعت الفيزيت بو امبورت لانه عن جد ممكن يجي عنده مره ثانيه يطلع كمان معي نفس الدياجنوستيك دونك هون بستعمل تيبيكمون دات لانه هذا هو الشيء اللي عم يفرق او فيل دو تون وعن جد انا على بالي احتفظ بكل زياره وصار اسمهم بقى العلاقه اللي هي بيناتهم فيزيت ميديكال اوكي بور شاك فيزيت ميديكال جو بو افوار هلا حنصير فينا نخلقهم نحن هون عندنا بالبازو نخلق باسيون دكتور نيرس اللي بدك اياه ونبلش نعمل بيناتهم ريلاسيون بلش قريبا الاسبوع الجاي لما ناخذ الركت يعني حتبلشوا تخلقوا التابل وهيك بالاكسس انتم بايدكم الثلاثه الخميس حنبلش كبارتي تيوريك نتعلم كيف نعمل ركت حتى اليوم بنهايه الحصه حفرجيك شو معناته ركت لتبلش تحس باهميه البازو دوني اوكي فوالا دونك البارتي الثاني من السلايدز انا بعتكم اياها حتكون عم تبلش تفرجيكم كيف الموديل ريلاسيونيل او الشما ريلاسيونيل بتحول لك هالبوكسز اللي نحن رسمناهم بالرسمه بتحولهم لدي فري تابل اوكي هون عم بيقول لك لايك الفاكتوري عندها فاكتوري نمبر فاكتوري نيم اند فاكتوري ادرس سو فيك تخيل مثلا يا 3 لين دو سيت مانيير لا دونك اللي كنا نشوفهم طوالي كاتريبيو بيصيروا بيتحولوا ل نون دو شون فيلدز اوكي لا نون دو شون وبالتالي او تيتر دو كولون حيصيروا موجودين عندنا هون بالعرض يس مثل ما عملت المره باخر الحصه الماضيه بخلقت نيو تيبل بلشت اقول له انا عندي كمان انا عم بخلقهم كاني عم بخلقهم شيما ريلاسيونيل شيما او دياجرام انتيتي اسوسياسيون بتخلقهم بالطول كل واحد شو التيب تاعه بتعطي ديسكريبشن بس تعمل دبل كليك لتفوت تدخل الداتا بيطلع لك التابل ريفيو بتصير بيتحولوا ل نون دو شون كانوا تيتر دو كولون موجودين من فوق دونك هون فرجيك كيف انه لايك هيدي برايمري كي فمستحيل يتكرر معك ثاني هون عم بيحكيك عن 3 فيلدز او شون 3 شون او حقول ثلاثه اوكي
موجود هذا الاسم لازم تعرفوه انتو يعني ولا ما بهمك شيء هذا الكورس بعدين اشتغل عليه حرفيا، بس العالم كثير بعالم البزنس بيحكوك عن حقول وسجلات. السجلات هن الروجيستر او الريكوردز، هن عباره عن الاوبجي اللي كنا عم نحكي عنه كي بارتاج دي بروبريتي اون كومون. اوكي، والتابل كلها كانه هي ال ريبريزونت لونتيتي، هالونتيتي اللي اسمها انتربريز. اوكي، دونك وبصير بنرمز لها بهذه الطريقه. شايفين النوتاسيون اللي انا استعملتها مشان ما تقعد تحكي عن كل هدول الاسس وهيك، فيك ترمز لها ببساطه دست مني على هون بتقراها انت انه عندي. وهذا هذا الجفن اللي انت بتاخده بالعاده لتخلق التابل باول اكزرسيس بالاكسس بالامتحان. اوكي، دونك عندك فاكتوري نمبر سيت يونيك لي، فاكتوري نيم اتريبيو عادي، فاكتوري ادرس. بيبقى لك بس اون تابل بنسميها الديكسيونير داتريبيو لتعرف كل واحد من دول الاتريبيو شو التيب تاعه. إذا نشوف ال relation مع ال product table. دونك ليك ال product table، product table مش بس بيطلع على product number and the product name مثل ما كنت عم بقول لك، concretement بيطلع على بعد كولون ثالثة artificielle اضطريت أنت تزيدها بس مشان تحط مين ال ID تاع المصنع تاعه. أوكي، دونك هون بصير عندك العلاقات العلاقة بيناتهم. دونك إذا هيدي الكولون بنسميها كلي او برايمري كي كلي بريمير. اوكي، هيدي الكولون اللي هون بنسميها فورين كي. هلا بعالم اكسس هلا بعد شوي حفرجيكم كيف بنروح بنخلقهم هدول فورين كيز. شفتوا كان بالتيب المره الماضيه في نومبر تكست بوليان دات اتسيتيرا، كان في اخر وحده هي اللوك اب ويزرد. من هونيك بنروح من نقيها بقول له لوك اب ذيس فاليو، هيدي الفاليو مش من عندي انا، مش حيدخلها اليوزر بايده، سيت اون فالور ا ريشيرشي ا بارتير دون اوتر تابل. اوكي، دونك هذا هو الكونسيبت تاع الفورين كي. هيك انا بكتب لكم نفس الشيء بالامتحان، بحط لكم انه برودكت سي بتتحول لهيك، او بطلبها منكم كاكزرسيس هيك انه بعطيك الرسمه وانت بدك تحولها لهيدي. يلفو ديدوير انه اوتوماتيكمون انه هذا يل فا سو راجوتي ايسي. دونك لو كان كمان عندي دونك هذا هو الكونترانت 1 تو ماني. اوكي، اوكي، دونك هون هذا الريزونمون اللي انا كنت عم بعمله انا وياكم شفهي، انه لو كان انا عندي بري وين كنت بحطه؟ بري دو فونت. اوكي، دونك طلع ما قدر لا يحطه لا عند البرودوي ولا عند الستور، لانه ما في شيء اسمه ولا انه هذا المحل بيبقى انه الا اذا محل كل شيء بدولار، بس عن جد حط انه عن جد كل شيء بدولار، بس حتى هو المحل توتي ان اورو، حتى هذا المحل بيكون بالعاده بقلبه اشكال والوان انه لايك انه بيعمل سولدري وهيك، بس مش كل شيء بان اورو. اوكي، دونك سي سخا امبو انه سانا با سونس. لو كان في هيك محل اوكي فيك تحط انه هذا المحل ببيع كل شيء ب1 دولار، هذا ببيع كل شيء ب2 دولار. اوكي، عم حاول هيك نخترع شيء ارتفيسيال بس مشان نشوف ايمتى ممكن كنت تحط البري هون، بري دو فونت دو تو لي برودوي. اوكي، بس لما يكون بري دو فونت دون برودوي دوني مي ان ان ماغازان دوني، كمان لو كان في بري دو فونت لبرودوي معين هذا حقه هيك خلص. اوكي، بتسيفوا هون. وممكن تصير هيك يعني في على اونلاين بتشوف انت مثلا ولا بتقول لك شركه اتش بي، هذا البي سي البري دو فونت تاعه الاساسي هو هيك، تحط لك عليه اتوال، هذا البري فا فاريي اونتر لي ماغازان، بس هي بس عم تعطيك فكره عنه. اوكي، فممكن يكون هذا هو كبروبريتي بتحطه هون لو بري دو فونت دو باز. اوكي، بس حيضل البري دو فونت دون زان ماغازان دوني بعد ما يحطوا مرابح و5% ولا وات ايفر، حيطلع ابسوليمون على الريلاسيون بين الاثنين. اوكي، بشكل بهالتابل هيدي المانجمنت اللي حتخلقها على جنب، كل ما قلت برودوي بهذا المجازان بهذا السعر، هذا البرودوي بهذا المجازان بينباع بهذا السعر، اند سو اون اند سو فورث. اوكي، دونك سكون ابل اتريبيو دو ريلاسيون. اوكي، دونك كان في الاكزرسيس معين هيدا هو نحوله لموديل ريلاسيونيل. هلا حنرجع له بعد شوي اكشلي، او ما بعرف اذا بخلقها دغري بكون هيك عندكم ان ميم تون كانه الانسر كي تاع الاكزرسيس تاع نهار الثالث. دونك بتيت سي اون فا ليسي ليكزومبل دو دكتور ان بو دو كوتي ونرجع لهيدا لما نعمله امبليمونتاسيون بيطلع كثير منيح معنا، لانه هذا هو اكزاكتومون الاكزومبل حتشتغلوا عليه نهار الثالثة. صحيح في يمكن بتشوفوا هيك اول وحده بتشوفوا كثير كبير. اوكي، بس ان فيت il est pas assez complexe. حنحاول نعمل له تريتمون با با. دونك حاشتغله انا عندي لوكالمون على على البي سي تيضل كل الشغل تاعنا موجود على على بقلب الفيديو. اوكي، دونك جو في
Ok. لازم كبرة شوي صغيرة. صارت أوضح حنكون الكلمات. دونك كل وقت فينا نكبرها ونصغرها مثل ما بدنا. سي با غراف. دونك لو بيجيك هيك رسمة من الامتحان كيف فيك تفكر فيها لتفصفصها على رواق، اوكي؟ بعد مش مبين عليك؟ أكيد؟ دونك لا بروميير شوز أفير سي دو سبوتي لي زونتيتي. مين هون بيقول لي شو هن الأنتيتي اللي أنا عندي إياهم؟ فوالا دونك Ce sont les rectangles. Voilà, il y a un hic. Mais hic, le langage visuel, le diagramme relationnel, tire haine. Donc, on a trois entités. Ok. On a countries, rivers, wa maritime spaces. Ok. Donc, countries. Pays, ok. Rivers, des rivières. Maritime spaces, مسطحات مائية, ok. Donc des espaces maritimes. مقصود فيها, بس مشان يعملوا شيء un peu générique, un peu plus générique que juste des océans ou des mers. مشان يعملوا deux entités différentes. يعملوا l'abstraction ou généralisation, là يقولوا مسطحات مائية, ممكن تكون بحار أو محيطات, ممكن تكون des lacs, ما بعرف إذا les grands lacs, مثل بحيرة, شو اسمه, الرعون على قده, بس انه يعني ستيل انه اذا افترضنا الليتاني كان ما بينشف, انه بيعبي القرعون وبس, ما بيقدر يسب البحر المتوسط. في كثير بحيرات كبيره, بحيره شو كان اسمها بس بروسيا, شو اسمها؟ لا مش اوكي. دونك هيدا بالنسبه للانتيتي. اذا سالتك شو هن الريلاسيون اللي انا عندي اياهم, okay. Donc, c'est là que quelles sont les relations qui existent entre pays et rivières. C'est là que je décris la relation qui existe entre pays et rivières, entre countries et rivières. Ça t'a fait erreur. هذا الشيء اللي صار لي عم بعمله حصتين, سو المفروض تكون قادر تعمل. دونك تعال نبلش بهيدي العلاقة, اوكي؟ تعال نبلش بهيدي. كيف فيك تقراها؟ مثل ما بدك, ما هيك؟ يا من هون يا من هون. يا فيك تقول ان بيي il peut être, هلا مش عم نقول انه بالخلاصة اذا هي many to one ولا لا, بس بالعادة اذا كانت many to one بنكتبها one to many, لانه اوكي دائما لك الاسم الشائع هو لك one to many او many to many. فمزبوط, tu as détecté انه هي 1 to many. ليش؟ لانه شفتي انه الكارديناليتي ماكسيمال دو سكوتي لا هي 1, والكارديناليتي ماكسيمال هون هي n, فهي دونك سي اون 1. بس الريلاسيون هي عباره عن السورس, عم بيقول لك هيدا الى سا سورس دون سو بيي لا, اي سو بيي لا il est la source de ce ou cette ou plusieurs de ces rivières là. OK, donc ça sera facile. Donc il y a deux relations entre les rivières et les pays. La première relation, c'est que c'est qu'une rivière elle peut avoir sa source dans un et un seul pays. Ma fille tiji out of nowhere, OK, le nahar ma fille yji men machi yji bdou yenba men mahal معين. Et d'habitude, on dit qu'il daiman awat mumkin yenba men akthar men source معينه, بس دائما في source, يعني في source principale, وبعدين الباقيين هدول يسمى لك الجداول بيجوا لغزو, ممكن يكونوا جايين الجداول من محلات تاني. يعني مثلا النيل بينبع من السودان نقطة, إذا في شيء تاني بغزي جاي من إثيوبيا من محل تاني, ما حدا إله معهم شيء, أوكي؟ سو بينبع من بيكون من محل, من سورس أساسية هي اللي بتغذيه. هيدي لا ليست دي, هذا سا ديكري تو لي بيي. Et un pays, en fait, voilà, donc finalement, pour décrire les entités, parce qu'on a travaillé normalement pour cette ligne, un pays, il est désigné par son nom, ok? Et il a
Il n'est pas désigné par sa surface. Il a une surface. Okay? Le nombre d'habitants. Okay? Donc, bah, les clés, c'est le nom du pays. Ce qui désigne un pays, okay? Okay, la Corée, Chemalie, Corée, Janubi. De toute façon, c'est un nom différent. Là, tu as le nom as a whole, mais là, complètement différent. Donc, la rivière est désignée par un nom. Et il a une longueur. Les espaces maritimes, ils ont un nom et ils ont un type. Ça peut être un océan, ça peut être. Ok. Voilà, on trouve ici quand même une liste de valeurs. Prédéfini, qui finalement nous a référé, finalement, après, avec le temps, nous allons ajouter. Le fait de faire data entry, le fait d'ajouter la donnée à la base de données, nous permet de rajouter une valeur qui est invalide, autre que ça. OK? Donc, on va créer la table, après, avec l'accès. Mais plus important que ça, après, nous allons créer une relation. Donc, après, juste finir le diagramme avec la relation avec vous, après, nous allons continuer tout ce qui. Donc, nous avons compris, et nous avons compris qu'elle est one-to-many. Le cross, c'est-à-dire intersecte avec, ou, en fait, il traverse, en fait, ok? Donc, une rivière traverse un ou plusieurs pays. Bas, cross, traverse, traversée. Fik, samia cross, elle, attends, elle va t'hawala, samia cross, n'afsi chi, inchallah, madru ifhama. Fik, elle, anno, relation, hiye, ma baref, hiye, استنباط ممكن ما تكون مرع على كلمة استنباط إنه في ريفير ممكن تستنبط من كذا بي أو بي سامي بدك هي أي كلمة غريبة عليك أوكي سو آخر همنا شو هي العلاقة بس خلص أنت دياجرام بتفسر لك في شكله في علاقة إنه هيدا بيكون يستنبط ما بعرف شو هي الكلمة من one or many countries وهيدا في يكون zero countries لما بتعطيها معنى هلا بتفهم الدين لما أكيد أنا بعطيكم إكزامبل كتير واضحين ولا ريستورون عم بيقدم طبق معين أكيد بيقدم طبق أو أكتر مزبوط الطبق ممكن يتقدم بأكتر من ريستورون سو بتفهمون مش من منه شيء مستعصي عليك طبيب ومرضى كتاب عم بينطبع بأكتر من دار نشر كل الاكزامبلات بتشوفوا بكره بالسامبل فاينل اكزامز كلياتهم اكزامبل اسي انتويتيف وحتى انا بشرحهم بالتكست كمان اوكي دونك هون عم بتقول لك اون ريفيير بو ترافيرسي ان او بليزيور بيي بس مستحيل طب مش هي عم تنبع من محل معين كل الانهار بينبعوا من عندنا يترافيرس لو بيي لوي ميم مش هيك الاول اللي طاني كذا في العاصم سيبي اكشلي بينبع من لبنان يس وبالتالي ابسوليمون يفا ترافيرسي لو ليبون بس كمان وين شو يفا ترافيرسي لا سيري دوتر بيي مش هيك اوكي ان بيي مثل ما بعرف يمكن ناخذ ان بيي تو بيتي يمكن مثلا مثل الفاتيكان اوكي يمكن الي ترافيرسي بار زيرو ريفيير دونك ما بالديزاين تاعو الزلمه او ممكن يصير ان او دو او بليزيور اوكي دو توت فاسون اذا تفكر فيها نهايه هيدي ماني تو ماني لكن ابسوليمون هيدي هلا المفروض يطلع معي تابل ابار اسمها كروس حط فيها هيدا البلد بيقطعوا هيدا النهر هيدا هو ذاته النهر بيقطع بلد ثاني البلد هيدا الثاني بيقطعوا كمان انذر ريفر اند سو اون اند سو فورث اوكي اذا بناخذ نحن العلاقه فلوز اوكي فلوز انتو يعني بيصب في اوكي دونك النهر اجمالا كمان نعتبر لايك بيصب ب بي اون اي اون سول اسباس ان فيت ان اي ان سول اسباس ماريتيم اوكي لانه اذا تفرع بلحظه من اللحظات اوتوماتيكمون بياخذ اسم مختلف اذا تفرع ليصب بنهر ببحرين مختلفين هذا اجمالا اوقات بيتفرع بالاخير بيعمل دلتا معينه ما هيك بس ستيل هو اسمه نفس اسمه نهر النيل اني واي وبيصب البحر المتوسط ما بدها اختراع دونك سي بور سولا استنسبوا ان اي ان سول طلع لهم شيء غريب بالحياة نفس النهر صار يسب هيك انه ما عارف شو صار يسب بمحلين بس بغيروا هاي الكارديناليتي بصير بيقولوا هي صارت ماني اوكي اما يعني انتوا الجروبين هون وهونيك متعبين اما المسطح المائي اوكي هدول ما في مهرب منهم هدول هن اللاب تاع نهار الثلاثة مش حا كثير كالعادة ححاول ما جاوب على الاسئلة لانه شغلكم انتوا تكونوا مركزين هلا اوكي هلا كلكم عم جاوبكم على كل الاسئله اللي حتسالوها نهار الثلاثاء اوكي ان فير واي فبس اسمعوني بليز احسن ما تروح ترجع تحضر ساعه ونص فيديو بالبيت او تجي نهار الثلاثاء مش عارف بدك تعمل سكر تروح ما تعمل منيح بالفاينل سو بترجيكم كرمالكم واحد اثنين يعني الفاينل هيك مش بس اللاب تاع الثلاثاء اوكي دونك مشان هيك دول مهمين وما بتخيل عم بحكي شيء اوكي مهدنا لهم باكزامبل قبل كل وقت عم بعطي اكزامبلات وعم بشرح هدول الاشياء اوكي
فما بتخيل عم نحكي شيء كثير مستعصي، اوكي رسمي عم نحاول نفهمه، اعطيناهم معنى المره الماضيه وهلا عم نحاول نفهم رسمي شبيهه فيها. ما في انه حجيبهم اون فرونسي وبترجم لك اياهم والى اخره، دونك بيكونوا واضحين. وقلت لك وانس اجين تكنيكمون لتحولهم لاكسس، اخر همك تفهم شو اسم الريلاسيون، بتاخذ هذا الاسم اذا ماني تو ماني بتاخذ هذا الاسم بتحطه تابل جديده، تسميه اسم التابل يكون كروس، تحط فيه الاي دي تاع هي مالك، اخر همك شو عم عن شو عم بحكي انا. 1 تو ماني بدك تاخذ شو؟ الاي دي من ميله الماني وتحطها عند هيدي. فهلا حنصير نحط عند كل ريفر اكشلي الاي دي تاع الماريتيم سبيس اللي هو بيصب فيه، بنحطه اتوال يعني بنحطه انه از اي فورين كي، اوكي؟ دونك ولا هي من هيك كلهم هن هالنموذجين ما في غيرهم، ما في كثير كابوسيب. الماريتيم سبيسز اكشلي ات سيمز انه عندهم علاقه مع الكانتريز، يس انه هن هل يا ترى يشرف على هذا المسطح المائي ايه ولا لا هيدا البلد، اوكي؟ يعني يطل على، اوكي؟ سو ممكن يطلع معك ليك انه لبنان يطل على المتوسط، اوكي؟ بس نفس المتوسط بتطل عليها الجزائر، بتطل عليها تونس، اوكي؟ بتسائب بالمغرب بتطل على البحر المتوسط بس كمان بتطل على المحيط الاطلسي، مزبوط؟ سو ممكن مشان هيك منين؟ ممكن نفس البلد يطل على اكثر من مسطح مائي والمسطح المائي يطل يكون مارق من حد اكثر من بلد، اوكي؟ العلاقه بين الكانتريز مع الكانتريز هيدي جديده ما كنا شايفينها قبل، بس ما مفروض واحد يتلبك فيها. هي سامبلومون سيتو بنسميها بالماتيماتيكمون بارلون سيتو اون ريلاسيون ريفليكسيف بين الانسامبل دوبجي ونفسه، اوكي؟ مثل الريلاسيون تعيد البارونتي انه هيدا باي لهيدا. هيدي اذا بتاخذ الانتيتي اللي اسمها لي زومان، اوكي، او اون بيرسون، انه بالنهايه انه مين باي مين، هي بيرسون بيكون باي بيرسون، اوكي؟ ما فيكون باي لايك برودوي او تليفون او شيء. فبتجي ريلاسيون ريفليكسيف بين لا ميم سور لا ميم انتيتي، الي ماريي افيك الي، اوكي؟ دونك وضحت الفكره. هون عندي الكانتريز هاز ا بوردر ويز، اوكي؟ الى اون فرونتيير افيك باي معين. دونك هيدي مثلا في باي لايك مثل جزيره معينه، اوكي؟ بيكون عندها زيرو مع البلدان الثانية، اوكي؟ دونك ما عندها فرونتيير مع حدا ثاني. باغ كونتر دوتر باي في يكون عندهم اون فيت بلان دوتر باي ا كوتي دو، اوكي؟ زيرو ان من هالميل لانها سيمتريك، لانها ريلاسيون ريفلكسيف، مثل مثلا الي امي افيك يا مثل اذا حدا خلق اكونت على الفيسبوك، في اول ما بيخلقه بيكون عنده زيرو امي، هو امي مع زيرو بيرسون، اوكي؟ وانس بلش لايك يعمل فرنشيب وهيك في بيطلع لايك عم بيصير هو امي افيك ان بيرسون، والبيرسون هذوليك ممكن يكونوا امي بس معه هو او مع دوتر، فبيصيروا ان، اوكي؟ فهي لانها سيمتريك هيدي الريلاسيون، اوكي؟ فوالا. D'accord. Mais c'est une relation de parenté non asymétrique. Il est réflexif et à la bien la personne ou la personne, mais non asymétrique. Asymétrique. Là, là, non. Mais fait, si je suis bien, il est bien. No way. Je sais. So, je suis comme le friendship. Je suis sadi ou sadi. Je sais. Ça fait une relation de parenté. Il y a une asymétrie. Relation de parenté. Tu dis one to many. Là, là, non. Quelque chose. Il a un et un seul père exactement. Par contre. Une certaine personne peut avoir plusieurs enfants, peut être le père ou les parents de plusieurs enfants. Okay? Donc, la matkoun réflexif, mais je n'aime pas hier. Ou de toute façon, on est chercher un aspect réflexif, ou chercher un casa. Ana bas bihemni inno, it's a many to many relation. Tab many to many relation, mafroud lakan tatla tabel lahala mahek. Imkan adi akta relation hek shocking ou hek inno. بعد ما اشتغلنا شيء على النساء هتطلع تابل لحاله. تعال نفكر تكنيكمون بالعاده لما تكون بين انتيتي اسمها او 1 بين انتيتي اسمها او 2، اوكي؟ شو بتعمل؟ بتجيب الايديا تاعو الاو 1 اي او 2. هون كل شيء فيه سبيسيال انه الاو 1 والاو 2 هن ذاته نفس الانتيتي، ففعليا حنخلق تابل لكن ابار نسميها الحدود او الفرونتيير، اوكي؟ بنقول بنجيب فيرست كونتري نيم سكند كونتري نيم سمبلي، بكون هن اثنيناتهم كلي اترانجير جايين من نفس التابلو، اوكي؟ دونك اني واي بيطلع عندي دو كلي اترانجير بس هن سو دي نون دي بيي. بحط مثلا لك لبنان عنده حدود مع سوريا، لبنان عنده حدود مع فلسطين، لبنان عنده حدود مع ما بعرف خلصوا، سوريا عندها حدود مع العراق، سوريا اند سو اون. وانت ماشي يس يس، لانه اعلى كارديناليتي هون هي ان واعلى كارديناليتي هي هون هي ان، وهذا شيء نورمال. هن لانه عم بقول لك لانه سيمتريك طبيعي انه تطلع هون وهون نفس الكارديناليتي، اوكي؟ بينما بالبارونتي مثلا شاك بيرسون ا ان اي ان سول بير اكزاكتومون، اوكي؟
بيكون عنده 0 او بلوزيور انفون فبتطلع لانه اسيمتريك فبيطلع هون ديفرنت كاردناليتي وطلع معي بالتالي هون ماكسيموم 1 ماكسيموم ان بيطلع 1 تو ماني فبس بصير عند كل بيرسون بجيب الاي دي تاع بي بحطه عنده اوكي اوكي بس اذا اميتيي بجيب بدي اعمل تابلو اسمه لي اميتيي حط فيه اي دي تاع بيرسون مع اي دي تاع بيرسون ثاني سمبل ما في شيء جديد كلياتهم هن تكرار لنفس الفكره خلينا نحاول نحولهم ل شوما ريلاسيونيل اوكي دونك اذا بدي احولهم لشيء اسمه اللي فوق هي ديجرام انتيتي اسوسياسيون اذا بدي احولهم لشوما ريلاسيونيل ببلش ب اللي بتكون في اخذ انا اكشلي لايك كونتريز بفتح لها بارونتيز شو عندها اتريبيو سي اندرسكور نيم وبعمل لها اندرلاين مشان نقول انه سيت اون كلي بريمير عندها كونتري اريا سي ان اتريبيو نورمال وكونتري انهابيتنتس بسال حالي قبل ما اسكر البارونتيز على الاخير Est-ce qu'elle est impliquée, cette entité, est-ce qu'elle est impliquée dans une relation de type 1 même maïleta ou n même maïleta ni Bittatallah, fichi mahal 1, là, honi n, honi n, honi n, honi n, honi n. So, lakan, elle n'est pas impliquée. Ma fidei, il rouge jib chiklé étrangère ou hatta anda. Ok? Donc, sakkara, haïdi, awal country, hala, hanikla, awal table, anna ktir basita. Ok? بس هذا الكالكول انه تحويل الدياجرام ل شيما ريلاسيونيل مهم ليصير بالامبلمنتاسيون باكسس ستريت فورورد هون ببينوا معي كل التابل فاضل بس اخلقهم تكنيكمون عارف كيف اخلقهم هون عمليه كليكس بتخلص دونك هذا كونتريز بدنا نفكر ليتس سي مثلا ب ماريتيم سبيسز اذا بدكم يب دونك عنده ام اس Maritime space name, c'est une clé primaire, حتى لا underline. وعندي MS type. ال MS type هلا هون انا مش ذاكر لكم هي شو بس بعد شوي حتشوف بتعريفها حنعمل فزلك صغيرة حنقول c'est une liste de valeurs prédéfinie. وبقول له شو هن ال possible values, اوكي؟ بشكل اذا هلال بده يفوت مثلا يستعمل ال database تاعيتي يفوت يدخل انه المحيط الاطلسي. بده يحطه مش عارف بده يحطه اسمه انه التيب تاعه محيط بدل كلمة أوسيون أو أوكي دونك بيطلع بال ما بيخليه الكمبيوتر لأن أنا حاطط بس دو فالور بوسيبل أوسيون ومير دونك ولو كتب اسمه بالعربي يمكن بحق له بس التيب بده يكون واحد من اثنين هذا شيء كثير مهم تضبطه بالباز دوني مشان هارت بيجي بيقول لك أعطيني كل المحيطات يجيب لي كمان معه إنه أعطيني كل الأوسيون يجيب لي كمان معه المحيط الأطلسي ما يكون واحد كتبها أوسيون من دون أكسون واحد أوسيون مع أكسون واحد بيكتبها أوسيون غلط أو أوكي دونك لا بكتب كلمة واحدة دغري بيجيب لي كل الفالور كوريسبوندون أوكي هذا شيء مثل نوع الضمان مثل اسم منطقة سكنية معينة مثل أي أوكي مثل قطاع عمل معين كل شيء بده يكون هيك بخي ديفيني بدي أعمل له روكيت بيوم من الأيام بدي له أعطيني كل الطلاب اللي هن اختصاصهم كذا الميجر ميجر أكيد بده يكون ليست بخي ديفيني ممنوع الموظف تحت يخترع اختصاص جديد اسمه الاقتصاديه المعلوماتي انه ما بيمشي الحال لازم يكون سي بري ديفيني اوكي دونك حنشوف مع الام اس تايب كيف فينا نعمل هيك شيء كمان بتطلع من ميلته جاي الماكسيمال شيء ككاردناليتي 1 لا بيطلع الماكسيمال دائما هو ان لكن ما في اي دي لحدا براني يحطه عنده كمان هذا بيطلع جاهز خالص بنسكره دغري على الحارك الريفرز دونك عندي الريفر نيم الار نيم سيت اون كلي بريمير وعندنا الار لينث حتكون هي سيت ان نومبر او كلكو شوز دو جون بس قبل ما سكرها لما بتطلع بيطلع عندها دو ريلاسيون هن الماكسيمال تاعهم 1 اللي هو اسم البلد اللي بينبع منه النهر اوكي واسم المسطح المائي اللي هي بتصب فيه فمشان هيك دول اثنيناتهم سيسون دي كلي اترانجير حروح جيبهم من تابل تاعيتهم وحطهم عندي اوكي دونك حنصير نخلق هون شيء ارتيفيسيال نسميه سي سورس نيم اوكي يعني الكونتري سورس نيم بحط لها اتوال من فوق لانه منا كلي هون بهيدا التابل منا اي دي للريفر بس هي سي توني كلي كي فيان دو نوتر تابل وعندي الام اس ماريتيم سبيس فلو نيم اوكي يعني المسطح المائي اللي انا بصب فيه اسم المسطح المائي اللي انا بصب فيه سي توني كلي اترانجير فوالا اسي سامبل كو
sain. غيره هيك باي ذا واي اصلا بكون كمان خلصت من دو ريلاسيون كنت شلتهم هيك ديجا انا بهيدا التابل بقيت الريلاسيون لانهم ماني تو ماني حيطلعوا عباره عن تابل ابار هلا حيطلع معي 3 تابل اديسيونيل وحده اسمها كروس وحده اسمها ران الونج وحده اسمها بوردرز اوكي فيهم اي دي من هون اي دي من هون بس هيدي الكروس في عندها اتريبيو كي لا ديكري يعني نهار اللي بتقلي بيقطع هيدا البلد عبالي اعرف طب بيقطعوا لمسافه قديش مثلا العاصي بيقطع يمكن 70 كيلومتر بلبنان لا ربع مش هيك سو 70 يمكن 73 بسوريا وهون يمكن 30 كيلومتر او سمثينج لايك ذات مش هيك بيطلعوا ربع مثل ما هي عم تقول 30 من 100 زبط لنا اياها اوكي فو امبورت vous avez juste capté l'idée. Donc on a belo, هذه يمكن database اللي تم بده يستعملها. C'est juste un exemple qui illustre tous les cas possibles de relations هيك. هذا الهدف تاع بس فقط بيداغوجيك بس ما بيمنع فيك تخيل يمكن بيح انت هلا فيك عن جد تعبيها بمعلومات من ويكيبيديا مزبوطة وانا بعطيكم نهار ثلاثة في شيء اكسل لتبلشوا تعبوا التابلو avec des vraies valeurs وبلشوا تستعملوه على الباز دو دوني عادي لك صار فيك بتكتشف كثير معلومات اي والله نهر السن بينبع مدري وين بيسب مدري ايش مين مين الانهار اللي بتنبع محل فلاني بتسب اوكي اتسيتيرا صار فيك تعمل تحليل استراتيجيا او تكون باحث بالجغرافيا او غيره عن جد تستفيد منها للباز دو دوني اي سي تو افي با اورغانيزي لي دوني دو سيت مانيير لا سا سوري امبوسيبل اوكي دونك اي ريلاسيون بدكم نبلش فيها اوكي كروس اوكي حناخد ريفر نيم اوكي كونتري نيم سي نيم اوكي طبعا هدول هن سو سون دي كلي اترانجير ان ميم تان بس ككوبل مع بعضهم حيكونوا الكلي بريمير تاعت هيدي التابل فيرجول وبقول له هون ديستنس اوكي فحيكون شكلها لهيدي التابل عاصي لبنان 30 عاصي سوريا 70 and soon okay donc ليتاني يمكن التوتال دو سا ديسونس ما عرف ايش هي اوكي بس حتكون مره واحده مع هيدا البلد ريلاسيون تاني اللي هي ماني تو ماني يا رانا لونج يا بوردر شو بتكون رانا لونج حيكون في عندي كلي جاي من الماريتيم سبيسز وكلي جاي من الكونتريز سو رانا لونج لانه هو كلي اترانجير جاي من تاب من تابل تاني مين سال؟ اي نو اي نو بس بس عم بدي اعرف مين سال طلع بعيونه انا حسيت سالوا ثلاثتهم عم يطلعوا اللي هو ما في شيء هونيك ما تخبوا من السؤال عادي الاتوال عم نحطها بس مشان نقول انه هيدا منه كلي اصيل من هيدي التابل اوكي اصلا لانه هيدي اصلا هيدا اكبر دليل بيصير بفرجيك اذا كانوا كل الكلي هن كلي اترانجير اون ميم تان كل الكلي بريمير اللي عليهم اندرلاين هن كلي اترانجير فرجيك انه هن منه من اصل هيدي التابل وبالتالي هي التابل هي ارتيفيسيال هي جاي من ريلاسيون دونك نوسيون دو كلي بريمير بالكونتريز كان بدي شيء يميز كل بلد عن الثاني لقينا والله ان نوم بيختلف من بلد للثاني اوكي بالماريتيم سبيس اسم المسطح المائي كان كافي بالريفرز لا ميم شوز لما جينا بمحل معين قلنا عبالي اعرف مين البلد اللي بينبع منه هيدا النهر لانه الريلاسيون هي 1 تو ماني قلنا لازم نجيب الاي دي تاع الكونتري ونحطها هون وبنسمح لحالنا فينا نغير اسم هيدا الاي دي مش ضروري نتبعه هو ذاته اوكي فحطيت عليه اتوال لاقول انه هيدا منه فالور بيدخل الاتيليزاتور بنفسه اي هيدي فالور لازم تروح تنقيها من التابل اللي اسمها كونتريز اوكي يعني مثلا ما في حدا يجي يقول هلا افترضنا النيل ايه مثلا بينبع من السودان بس ما يكون عنده بعد بالتيبل اوف كونتريز يكون في عنده بلد اصلا اسمه السودان معرف مساحتها وعدد سكانها ممنوع اوكي ليدله متكامل في حال عملت روكات بيوم الايام خي من وين بينبع هيدا يقدر يجد لك ريزلتا دونك من ميلي بتمنعك انك تحكي عن شيء ما انه موجود بالتابله الاساسيه ومن ميلي كهلال وانس اجين اللي بده يحاول يدخل كيف ما كان ما بيقدر بده يروح ينقي اسم من اسماء دول البلدان اذا مش موجود بيرفع تقرير لهذا سيدنا بس فيك تزيد لنا بس اسم بلد او شيء اوكي اذر مثلا نوع حساب جديد بعد مش موجود بالباز دولاني بيروح على البنك وبيدخله اوكي في حدا بيكون بيدخل هو الحسابات الادمنستريتور سمثينج لايك ذات اوكي بس اذا الحسابات موجودين جاري توفير ما اعرف شو بنقي منهم ممنوع يخلق تيب جديد اوكي شايفين اهميه الكلي اترانجير اوكي هلا وصلنا على هيدي الريلاسيون رانا لونج عندي فيها الماريتيم سبيس name وعندي فيها ال country name et c'est tout en fait ce sont deux clés étrangères et ils sont
elles sont primaires en même temps. Bas mishent elle est aya musattah ma et a ta'mel had aya balad. C'est tout. لاحظوا هون ما زدت لها شيء زياده لانه ريلاسيون هون ما فيها اتريبيو زياده ما فيها نوسيون. مين بيساعدني اعمل البوردر؟ يا كونتري نيم 1 كمان كونتري نيم يس اوكي. دونك بس اطلع هلا بس اطلع هدول التاب اللي فينا نسميهم صار انك تحولهم على اكسس اتس ستريت فورورد. هذا الشيء اللي انا هلا حاعلمكم فروم دو ا زد كيف تعملوه. يس هدول هلا مسقبه باللاب تاعكم كمان مش بس اعطيكم دياجرام كمان اعطيكم هيدي اوكي مجهزها وانت بس فاضل انك تعمرهم اوكي بالاكسس. دونك اللي بعد فاضلنا شغله وحده نحن دونك حروح على اللاب نيميرو 1 دونك الديكسيونير داتريبيو. ديكسيونير داتريبيو هو اخر شغله بعد لازمت لكم لتعرفوا كيف تخلقوا القصص جوات اكسس اوكي. صحيح انت عرفت كل تاب اللي بدك تخلقها شو هي شو اسمها وشو عندها اتريبيو بس فاضل بعد انه تعرف شو التيب تاعك الاتريبيو. هون عطيك هو ديكسيونير داتريبيو بيقول لك هيدا هو ذا تيب تكست هيدا نيميريك هيدا تكست اتسيتيرا وهيدا الام اس تايب اللي قلت لكم عنه سي اون ليست دو فالور كي اكيد اكيد. هلا بعد تك خلصت هذا اخر جيفن بعد لازم لي بس انه بدك اسماء التابلو بدك انه التابل بدك اسماء الكولون والتيب تاع كل كولون. ايه هلا جو في لي كريي فينا حتى نخلقهم مع افيك لي ميم ديسكريبسيون اوكي. هذا حيكون شغل اللاب نهار الثلاثاء. دونك اون فالونسي اكسس حاخلق اون نوفيل باز دو دوني سميها جيوغرافيكال داتابيس. اوكي فينا نركز على هدول الاتاب جايز شباب وصبايا. اوكي دونك بدي اخلق اول تاب لالي بس تذكير سريع اسمها countries عندها سي نيم سي اريا اند سي انهابيتنتس اوكي. اذا بشوف الديكسيونير ديز اتريبيو بيقول لي سي نيم هو تكست الاريا هي نيوميريكال انتجر والانهابيتنتس هي نيوميريكال. دونك واسم التابل طبعا وانس اجين اسمها countries هيك نحن عبينا نسميها. دونك جو باس اون مود ديزاين بسميه لهذا التابل countries بخلاف المره الماضيه اللي انا محيطها لهيدي التابل هون لانه كان ديجا خلق لي لين اسمها اي دي ورتني اياها هون انا ما بدي اياها ما عندي شيء اسمه اي دي. دونك في تو سامبلومون جي اعمل له رايت كليك ديليت روز بقول له يس لانه هون بس وورنينج عم بيقول لي عم تمحي انت اي دي بطل في كولون هي عندها برايمري كي ار يو شور يو وانت تو دو ات اي دو ات اني واي بقول له يس جو اهيد. هلا عم بلش من اول بجديد. كثير من الطلاب بيصير معهم شيء هلا انا حافتح له بعد شوي لفرجيكم. دونك ححط اول واحد لايك سي نيم داتا تايب هو شورت تكست ليت سي ديسكريبسيون نون دو باي اتسيتيرا بتحط اي شيء اي لك يس بيكون معطين انا من وين جيبه من الديكسيونير دي اتريبيو نيم اوف ذا كونتري اوكي فوالا. نحن نرجع على الشماره للسنال السي نيم هي شو تحتها اندرلاين سو اتس ا برايمري كي. دونك عندك طريقة من اثنين يا اما تفقس على اللين تفقس على برايمري كي اوكي يا اما عملت كنترول زد لارجع تراجع انا في اعمل رايت كليك على كل اللين قول له برايمري كي. مع طريقة السليكسيون لللين افضل لانه هلا بس بعد شوي يصير عندي دو كولون مع بعضهم بدي احطهم هن ككوبل مع بعضهم برايمري كي بقدر اعلم اكثر من وحدة اوكي ورايت كليك اعمل لهم برايمري كي اوكي. دونك تو شوزي سكو تو فو. هلا اللي بيصير معنا اوقات في ناس لانه بيكون عم بيستعملوا بالماوس السوري بيكون مثلا عم بيطلع وينزل بالبي دي اف عم بيقروا فجاه لك بينزلوا لتحت لهون اوكي. دونك ما بيلاحظوا على حالهم ببلشوا يكفوا هون بيحطوا له مثلا او بيطلعوا لفوق بيقولوا اه يي ما عندي سي نيم شكله ما اخذها اوكي.
دائما هسه سيستماتيكمون كل حصص اللاب تاعو كل السنين كان في مينيموم أربعة خمسة يرجعوا يحطوا سي اندرسكور نيم يس ورايت كليك بيرجعوا بيحطوها برايمري كي اوكي وبيكفوا الى اخره. فجأة لما بيطلعوا ما بيخلوني يسيفوا بالاخير، ليه؟ لانه صار في عندهم بيقول لهم اكثر من شغله، بيقول لهم في عندكم انتم كولونيت هون، هدول هن كلهم بصير بيعتبر انه هدول هن سو سون دي كولون كو تي اوسي فاليدي، بس سامبلومون تو نا با بريسيزي ني لو نو ني لو تيب، فبيقول لك ايرور ايرور جو بو با سوفغاردي لا تابل والى اخره، اوكي؟ دونك سي اسي لايك ايفيدون، بس انه تو سامبلومون لانه بتكرج يا بالماوس ويل يا اما بيفقسوا بالغلط على الاسانسور اللي على اليمين فبتنزل معهم الفنات اللي تحت. هلا حاجة امحي هيدا اكيد بلش كوريكتومون دال ديبي. دونك برجع باكد على هيدا سي ما كلي بريمير. عندنا سي اريا سي دو تيب نومبر. ليك لاحظ كيف انا دخلتهم حفرجيكي على الانهابيتنس لامشي بسرعه. سو انهابيتنس لا انا بعطيكي اكيد اوكي الديكسيونير دي اتريبيو انا بعطي اكيد ايه لحانه عم بيطلع هلا فيه يقول له الت وسهم لتحت ليطلع لي الليست كلها اوكي. يا اما كمان اذا انت عم تكتب عباس مش هيك ايه اذا بكتب بس ان يو لحاله بيكمل لي اياها مثلا دي ا اوكي ببلش يعطيني الاحتمالات دات اتسيتيرا. دونك لتمشي بسرعه فريمون سي 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 جوابل اوكي. تحط لهم ديسكريبسيون تو سوف جارد. هلا خلص مفروض التابل جافي كنترول اس ما عطاني اي ايرور، كنترول دبليو في لسكرها للتابل، دبل كليك عليها من هون صارت موجوده عندي هون لدخل لها الدوني اللي بدي اياهم. وي هلا دورون لو ميم لابو اوكي انا بكون اعطيك هون باللاب 1 اعطيك فيشي اكسل اسمه جيو داتا. هذا الفيشي الاكسل انت فيك تفتحه. كمان هون بغلطوا الطلاب ما بينتبهوا انه في دو تاب دو في، انا بس مشان يبينوا باول الفي من فوق في عندي تاب حاطط فيها المعلومات عن الكونتريز والبوردرز اتسيتيرا، وفي عندي تاب حاطط فيها دي اكزامبل دو ريفيان اوكي. هلا اذا عملت كوبي بيست مش دائما لك بيمشي الحال، الفو امبورتي ا بارتير دكسل اتسيتيرا، بس فيك تجرب حسب الفيرسيون داكسس اللي انت عندك اياها جرب لك تدخلهم. إذا ما زبطت معك المفروض إلى طريقة امبورت معين، tu peux les saisir à la main. Au moins les données tu les as à côté de toi. Donc أنا هون في حطه على نص الإيكرون وبلش نقول quelques noms de pays. Donc France, c'est pas très inodin. 030. Maximum أنت هون فيك actually تنقول التكست من هون، OK؟ Et tu peux l'insérer de ce côté-là. Ctrl V. Enter. اللي هون صار انه ما كان كبير كفايه التايل دو لا كولون فعطاني دي اسبيس دو سيت مانيير لا. جو بونس هون كمان انا في عندي اون فالور بيزار. فوالا. طيب دوزيام بيي جيرماني 357 021. Et ce nombre-là bizarre. Ctrl V, etc. Donc, cette manière-là, tu peux commencer à remplir tes tables. C'est ce qui est important, en fait, si tu peux, quand tu fais une relation après un peu entre les tables, il y a des données, tu peux faire un accès facilement. La deuxième table, le Maritime Spaces. Okay? Les clés primaires, il y a MS Name, ou un des MS Type, il y a. C'est une liste de valeurs. Donc, أول ما فتحت الاكسس هلال كان في عندك ديجا تابلو موجود انت بس عملت له ديزاين وغيرت فيه. Si tu veux créer une nouvelle table, كل شيء بدك تعمله كرياسيون تابل ولا فورم ولا غيره بتروح على المنيو اللي اسمه create. Tu cliques, بتقول له بدي اياها انا بال design table et tu commences à saisir les attributs. Donc MS name type تاع short text عادي and MS type. وهون actually في يقول له أول مرة بروح على look up wizard لأنه ولا واحد منهم هو c'est une liste de valeurs. دونك في يروح هون على look up wizard وقول له هون بعد شوي لما بدي روح أعمل كلي اترانجير اللي عليها إتوال بستعمل أول خيار.
لما بدي اروح انا اعرف ان ليست بري ديفيني دو فالور بوسيبل بستعمل تاني خيار كمان هيدي الايتاب العالم كلها شو بعمل هلا منه شيء معقد عندك تو راديو باتنز بتنقي وحده منهم اذا بدك تروح تجيب انت كلي اترانجير من غير تابل اوكي تحطها عندك بتنقي اول خيار بالنكست نكست بعد شوي بنشوف شو بيصير معنا او بتقول له اي ويل تايب ان ذا فاليوز ذات اي وونت مثل هون انا بدي اكتب له كلمه اوسيان وكلمه مير اوكي دونك اون فا شوازير لا دوزيام Next. هون بيقول لي دخل الفالور اللي انت بدك اياه هون. دايور في كان عارف انا اون دوني ان بو كومبلكس يعني عارف اكثر من كولون موا ميم. بكتفي انا هون بكولون وحده. فينا نعت. بدي الكولون اللي اسمه ام اس تايب لما هلال يفوت ليدخل معلومات عن بحر معين او عن محيط معين ما يطلع له كخيار للنوع نوع المسطح المائي الا بحار محيطات ما يقدر يحسن. Yes. هيدي بنسميها عم نعرف ليست دو فالور فاليو ليست اوكي بري ديفايند ليست اوف فاليوز دونك هون حدخل انا اوسيون اوشن سوري ان اي باردون باك دخل الفالور الثاني تاعيتي اللي هي سي اوكي جدي نيكست بقول له شو اللابل تاعيتها بقول له ام اس تايب وليك طلع هون اذا بدي في يكون قال له بس اذا مني واثق انه بس هدول الاثنين بركي انه شيء ريكورمون بيرجع بيطلع مع هلال مثلا زبونات جديد مثلا نوع الزبون مش عارفني انه هلا بده يدفع كاش او نقدي بعد شوي ما بعرف يمكن يطلع له شيء ولا دفع له ببيتكوينز او دفع له بكريدت كارد او اذا بده يسمح له يزيد انواع جديده بوثق فيه في يقول له دونت ليميت تو ذيس ليست سينو بالاكزرسيس تاعك وانتم مطلوب تقولوا له ليميت ذيس ليست تو ليست مشان ما يقدر يزيد فالور من عنده يطلع بس سي او سيون بنقول له فينيش اوتوماتيكمون هون فيكم تنزلوا تعملوا فاليداسيون انتم عم بتدخلوا التاب طبعا هلا حقله كنترول اس حسميه ماريتيم سبيسز حيقول لي بدك حط لك انا برايمري كي حلو نو انا بحط برايمري كي بايدي لو قلت له يس كان حط لي اي دي هيك من عنده اوتو نمبر اوكي بدي اضطر ارجع امحيه هون كنا ناسيين برايمري كي حطيناه كنترول اس كنترول دبليو لسكر التابل دائما تذكروا هيك لانه سينو ممكن يكونوا بعدكم بالمود ديفينيسيون بتروحوا لتحطوا دوني ما بيمشي الحال او فيس فيرسا فاتحين التابل وعم تدخلوا مثل هون دوني اي غلطت بشيء بتروح على الديزاين بتعمل 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 تيجي بدك تسيف بيقول لك ما فيك لانك التابل الي اوفير اون مود اكريتور فبيروح عليك كل الشونجمون اللي انت عملته دونك تعال نجرب هون شو فينا ندخل ليتس سي Mediterranean اوكي الام اس تايب كيف طلع لي هو عباره عن كومبو بوكس اوكي ما بقى في الا اوسيون سي ما عندي غير خيارات شايف كيف هلال ما عندك غير خيارات دونك ابسوليومون سي اون طبعا ممكن تضلني دخل احتمال غلط اوكي سينو اذا قلت له اتلانتيك دونك Ça sera un océan. La halo become lié. Ha control S, control W. Qu'on خلاص أنا دخلت المعلومات اللي أنا بدي إياها. OK. Donc, هلا بننتقل على التابلة الثالثة اللي هي rivers. OK. Donc عندي river name, source, etc. بس في عنا كلي اترانجير حنعرفهم بعد شوي بدنا الكل ينتبه معنا بعد تكي. Donc our name, short text. فينا نقول له عارف ليه primary key. Our length, ماشي c'est un c'est un nombre. هلا بدنا نعرف شيء اسمه حسيفها كمان لريفرز مشان ما تعمل لي كثير مشاكل نقول له اوكي تو فا بيان في سكرها لك ارجع افتحها اون مود ديزاين بدي زد لها اول كلي اترانجير لالي دونك بليز جايز بترجيكم تركزوا معي واذا رجعتوا حسيتوا حالكم نسينا قبل حصه الثلاثه ترجع تحضروا الفيديو من هون لانه ما بعرف ليش ما بيزبطوا معكم الريلاسيون ما بعرف ليش بس هي كتير هينه هلا حعملها قدامكم لاخلق ريلاسيون بين هيدي التابل وتابل تاني شو بدي اقول له؟ بدي اقول له سمي لي شيء اسمه the country source name كاتريبيو روح جيب لي اياه بليز من خليه يكون هو الفالور تاعيته عباره عن فالور فاليد لاي دي اوكي لكونتري نيم اللي هو الاي دي او البرايمري كي تاعيت الكونتريز اوكي سو اول ملاحظه مش مضطر ادخل نيم لهيدا الاتريبيو لانه باخر ستاب بالويزرد شفتوا كيف من شوي سالني شو بدك تسميه قلت له ام اس تايب باخر ستاب فيك تعطيه الاسم دونك سي با نيسيسير
تاني شغلة من أول الطريق فوت قل له لوك أب ويزرد، بفقس عليها بيقول لي بدك تروح جيبه فروم أنذر تيبل، بقول له إيه أبسوليمون، مش حدخله أنا يكون شيء بخي ديفيني. نكست، ولا أبسط من هيك، بيعطيك كل شيء في تابل بوسيبل إيماجينال. أوكي، بتقول له أنا بدي أروح جيبه من وين؟ للكونتريز، اسم البلد اللي أنا بنبع، اسم البلد اللي أنا بنبع منه هو من كونتريز. علي بليز، شو صاير معكم اليوم على التعليقات؟ نكست. اوكي، بس بليز، بس شو اللي عملته بهيدي الستاب؟ كان في نقي اي تابل تاني، انا قلت له نقي لي شو كونتريز، فهذا المعلم بالاسود كان هو ديجا بري ديفيني. نكست، اعطاني هون كل شيء في كولون عند هيدي التابل، ما هيك؟ لانه معرفهم اي وحده بدنا ننقي نحن، نيم اللي هي ذاتها موجوده هون، تفقس على هيدي الفقسه لتنتقل معك لهون. اذا بالغلط فقسنا على شيء تاني فينا نرجع نرجعه لورا، بتخلي النيم، بتقول له نكست. بيقول لك بدك تعمل لهم ترتيب اسندنج اوردر ولا اوكي؟ بتقول له لا انا اخر هام، يعني هيدا بيقصد نهار اللي بدك تروح انت تنقي بلد، اوكي؟ كيف من شوي عطاني لنقي اوسيون ولا مير، بيقول لي طيب عم تزيد لسته البلدين، ممكن تصير مثلا 170 بلد بالعالم، اوكي؟ طيب انه شو بعرض لك اياهم هيك مثل ما انت عم بدخلهم، انا عم بدخلهم باوردر، دخلت فرنسا بعدين جيرماني، ما في شيء بيرجع رجع يمنع رجع عارف شيء اسمه اتلانتا، اوكي بحرف الا بعدين حرف الزاد اند سو اون. دونك اذا على بالي يصير سهل له مهمته لهلال اللي هو عم يعمل داتا انتري، يصير لما يختار اسم بلد انه هيدا بينبع منه هيدا النهر، في يقول له اي بليز ليك الكونتري نيم عرض لي اياه ان اسندنج اوردر دو ا زد، هيك بيصير كثير حلو لك انه مثلا يونايتد ستيت هذا بيكرش فيها لتحت لحد حرف الاو. اوكي نكست، بفرجيك دغري بيقول لك متاكد انه هدول هن الفالور، هيدي بس هالاتاب عم بيعمل لك انه افون بروميير، عم بفرجيك ريزلتا، يعني انت نهار اللي حينقي حدا عم بيعمل داتا انتري فالور حينعرض حاليا هدول الفالور، بقول له يس بارفي نكست. شو بدك تسميه؟ كونتري نيم على الحل؟ بقول له لا مثلا غير ليها شوي لتصير كونتري نيم سورس او كونتري سورس نيم اللي بدك اياه، انه هيدا اسم ال actually country name being the source something like that. Okay, vraiment le pays source de cette rivière. Okay. هلا في هون عنا كز أكوشي كتير مهمة. شو قايلين فيها؟ enable data integrity. Okay. هيدي هي اللي بتخلي بالامتحان مش طالع معكم نفس الرسمة مثل رفقاتكم. enable data integrity مقصود فيها أنا قلت شفها الحصة الماضية. أهمية هذه الغولاسيون اللي عم بخلقها بين دو تابل إنه يصير انهارت اللي طالما أنا حاكي عن نهر إنه بينبع من لبنان لتسي، ممنوع روح على التابل دي بي وامحي منها اللين المذكور فيها لبنان، لأنه بصير بخسر معلومة عن ريفيير أنا عندي إياها، بيجي بقول له من وين تنبع؟ بيعطيني نال، بيعطيني مشي، إنه طب كيف هيك؟ كيف أنا عندي شيء مش عامل له تريتمون؟ دونك إذا بتقول له enable data integrity بصير بيمنع هيك شيء يصير. أوكي؟ والعكس صحيح، لما يكون مثلا عندك شيء هو 1 تو مثلا 1 تو 1 مثلا مثل كل طالب عنده بطاقه لإله، نهار تيجي بتقول له هذا الطالب بطل عندي بالجامعه، بيروح على كل التابل انه كل شيء تابع لإله 1 تو 1 بيروح بيمحي، لما بيقول لك هذا خلص ما بقى في داي انا احتفظ فيه، انه ليش بدي احتفظ ببطاقه لحدا هو اصلا بطل موجود عندي. اوكي دكار، دونك هيدي اهميتها، بس بيعمل لك شيء شو بيسموه، في يعمل لك كاسكيد ديليت، يعني نهار اللي بتمحي اوبجي بيمحي لك كل الاوبجي كي سونت ان ريلاسيون افيك لوي. اوكي، يعني اصلا هذا البرودوي بطل موجود عندي، امحي لي اسم الفورنيسور اللي بجيبه من عنده، امحي لي مين اللي بايعه بيوم الايام اند سو اون. يا اما بقول له ريستريكت ديليت اللي هي الفالور بعد ديفو بتتركوها هيك، هيك بيصير بيمنعك تمحي معلومه عن بي بينبع منه شي نهر او عن مسطح مائي في شي نهر بيصب فيه، مشان لما تضلك تكتب روكات انه منين بينبع منه بيصب يمنعك هذا الشيء. يعني ممكن انت يكون دكتور بطل بيشتغل بالمستشفى، بس طالما انت بهمك تعرف اتو مومو بالحياه مين الدكتور اللي وصف هيدا الدواء لهيدا المريض، لازم تضله عندك ريكورد عنه، ممنوع تمحيه. بس ليبطل هيدا السجل تاع المريض اصلا انت بهمك، بتمحي المريض بمحى معه الحكيم اوتوماتيك. اوكي فوالا، دونك هيدي اذا بنعملها كذا كوشي كمان ما بيمشي الحال. حقول له فينيش تيبل ماست بي سيف، حقول له يس. وهون حقيقه لو كنت فاتح التابل ريفرز قبل ما Yes. Okay. Control W. لو كنت فتحها برا وعم تدخل عليا دوني وجيت لتخلق ريلاسيون كان دغري عصب عليك، ما بيمشي الحال. أو لو خلق لو countries مفتوحة عم تشتغل فيه كمان ما كان ردي معك. دونك مشان هيك لاحظين كيف كل الوقت عم بيشتغل سيستماتيك، ما حدا يلومني نهار الثلاثة عم تاخذ معك وقت أو مش عم تعرف شو عم بيصير.
كنترول اس عم سيف، كنترول دبليو عم سكر التاب، برجع بفتحها دبل كليك. يا بالديزاين فيو اذا بدي زد لها اتريبيو جديد، ليك طلع بعد ما خلقت الماريتيم سبيس ما حدا لحقني، برجع اخلق بعد شوي لاتاكد انه كل التاب عم تنعمل صح. قبل ما اكمل ماريتيم سبيس بدي افرجيكم شو الافيت اللي نحن عملناه. بنروح على داتا بيس تولز وبقول له فرجيني ريليشن شيبس، وانا هيدي بس اللي بصلحها بالامتحان تقريبا، يعني بفوت بصلح سريعا اذا عارف تنقي دات ولا انتجر ولا شورت تكست، انه بس ما بعرف ايش في عندهم علامات. اهم شيء هن ريليشن شيبس. Unless اجي وشوف انا صار في عندي ريلاسيون مثل الدياجرام اللي انا كنت اعطيك اياها الاوريجين، ما يمشي الحال. صحيح انا بقول لك هذا الاكزرسيس كبه ورجع بلش من داتا بيز، انا اعطيك فيها كل شيء واعطيك انا فيها الدوني تتعمل لي الكويريز اللي هي عليها علامات اكثر شيء بالفينال، بس ستيل حرام يروحوا مثلا 10 او 15 علامه من 60 على اول سؤال ومشي، بس كرياسيون دو تابلو وريلاسيون بيناتهم. اوكي؟ مثل دول اوكي 10 15 علامه بالجيبه. اوكي ركات عليهم شي 30 علامه 35 علامه، وبعدين فورمز وريبورتس اخر بارتي. اوكي ماشي الحال؟ عرفتوا شو اللي هلا طلاب بيجوا بيقولوا لي استاذ مش عاطيني هون، عاطيني مثلا ما في 1 وانفينيتي، هيدي هي مقصود فيها 1 تو ماني، ما في هيك شيء. اوكي ايه ما حطيت انيبل داتا انتجريتي. اه اوكي لا لا بعد لسه في تاب نزيده، بس هي بقى خلص بتكرر المسبحه نفس الايدي. استاذ كذا ما بعرف انه اصلا ما طلع لي هون في ولا تابل. اوقات لما ما بتفوت لهون فعليا في عندك هيدي البوتون اسمها شو تيبلز، ليك مثلا الماريتيم سبيسز لانه ما انه امبليكي بولا ريلاسيون. اوكي ما عرض لك اياه، اذا انت بتقول له اد زد لي اياه بصير فيك تشوفه. اوكي ف سي با غراف، بعد اول ديسبلاي للريليشن شيبس كل شيء ما كان امبليكي بريلاسيون ما بيعرض لك اياه. اوكي فا يا بات غارونتي انه يزيد لك اياه مع الوقت، لانه هلا ما عنده علاقه مع حدا ما زاد لك اياه، بس انه هلا لما تخلق العلاقه بعد شوي يمكن يضلوا ما يفرجيك اياه. بتقول لي خلقت الريلاسيون ليش مش مبين؟ بقول لك بس قول له شو تيبل بصير اوتوماتيك مو ببين عندك. اوكي يعني انا هلا لو في علاقه بس قلت له مثلا هاي تيبل اللي اسمها ريفرز ما خلص بتروح. استاذ مش عم يمشي حال مش لا ما انه بس قول له شو تيبل اللي اسمها ريفرز ليفرجيك اياها بالاول بعدين يفرجيك الريلاسيون اللي هي امبليكي فيها. دكه دونك كمان ما حدا يستغرب الريليشن شيب دياجرام، بس تقول لك كلوز. اوكي بيقول لك دي وانت تو سيف، لانه اعتبر حالك انك تو شانجي الدياجرام. اوكي باغ اكزومبل كان في غير لهم محلهم او عملهم دراج اند دروب اتسيتيرا، دونك يفو لي سوف غاردي. ريفرز بعد ما خلصت اذا بنرجع بنطلع هون على الوان نوت بلاقي كان في عندها النوم دو بيي سورس والنوم دو ماريتيم سبيس لا او لا ريفيير كول. دونك اون فا ريفينير بار لا design view la rivers but this is la un nouveau champ but show de type look up wizard once again. okay donc هلا عم برجع عيد البروسيس مره ثانيه علي look up wizard بدر لي هون next شو بعمل maritime spaces next نقي ms name next اذا بدي سهل وظيفه العالم بقول لهم اعمل لي اوردر لالون sinon c'est pas grave next عم بيعطيني شوفي ديجا عندي مسطحات مائيه موجودين، هيدي ما بعمل فيها شيء هالاتاب، وهالاتاب بقول بركي بدي غير لها اسمها. يس بس انه بكره لما نكتب روكات روكات ويكون عامل جوين شيء بنسميه جوين بين دو تاب، بيطلع في عندك دو كولون بالريزلتا اسمهم ام اس نيم. طب انه اي ام اس نيم بدك؟ يا سيدي بدك تتعذب بالكتابه تاعت روكات تقول له ام اس ماريتيم سبيسز دوت ام اس نيم او ريفر دوت ام اس نيم. دوت مشان تقول انه هيدا تاع هيدا. اوكي يا اما اذا انت مسميها ام اس نيم فلو فبتقول له اعرض لي الام اس نيم فلو مش الام اس نيم العاديه، هيك بصير تقدر تميزهم اسهل. اوكي حتى كان فينا نحط بكل التابل نيم 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 كل الوقت، بس ساعتها كل وقت نسينا نقول له وير ذا كونتريز دوت نيم از ايكوال تو ذا كونتري سورس دوت نيم اتسيتيرا اتسيتيرا. اوكي شو مشان ما نتعذب نكتب روكات كثير طوال بكره بنوفر على حالنا. انيبل داتا انتجريتي قول له فينيش يس سيفنا كنترول اس مره ثاني اي كنترول دبليو بروح على داتا بيس تولز فرجيني ريليشن شيب اوب مش موجود الماريتيم سبيسز ما حدا يخاف شو تيبل نزيدها الى هنا لا ريلاسيون. اوكي الوان تو ماني الشهيره اللي عندنا اياها. اوكي دونك نحن بس الفرق عن الرسم اللي نرسمها بايدنا او اللي كنا رسمينها هونيك بالسلايدز انه نحن هون بنعطيها بنحط دويره اوفال ونقول شو اسمها لهيدي الريلاسيون ما هيك. هلا حنشوف اهم شيء نشوف علاقه تكون ماني تو ماني بعد شوي مثل كروس او غيرهم لنشوف كيف تطلع الكروس بحد ذاتها تابل وعندها 1 تو ماني مثلا مع الكونتريز و 1 تو ماني مع الريفرز مشان تقول لك انه هذا الريفر بيقطع اكثر من كونتري. حنعمل بكون هيدي اخر اتاب بنعملها الباقيين
كتير بيشبهوا بعضهم، فيكم تشغلوهم باللابو نهار الثلاثة اسأل لابو. دونك جو سوفغارد كمان ما دياغرام دو ريليشن شيبس، كنترول دبليو لنسكرها، وحنروح نخلق التاب اللي اسمها كروس. التاب اللي اسمها كروس فيها ريفر نيم، كونتري نيم، اند ديستنس. اوكي دونك كرييت ديزاين تيبل، كونتري نيم فيك تتركها هيك، فيك تحط لها انه being traversed by something. وهون انا بدي اقول له بليز اعمل لي لوك اب ويزرد لتروح تنقي لي اياها من تاب. مش دائما، لا. مين بده يجاوبه على السؤال؟ لما يكون كلي اترانجير، لما يكون في فوقه ستار. اوكي دونك لوك اب ويزرد نكست كونتريز، يس سي ان نوم دو بيي، نقي هيدي الفيلد، next next and enable data integrity finish. Do you want to save? Yes. حسمي لهيدا التابل cross. اوكي بيقول لي ما في له برايمري كي، بدك اخلق له برايمري كي، بقول له ما تعذب حالك. اوكي بعد شوي انا حاعمل له برايمري كي. اوكي ليك بس لاقول لك شغله انا كمان كيف بصلح بالامتحان، فوت على هيدي لاتاكد انه انت عن جد عامل لوك اب. من هون هيك ما ببين علي شيء، بس هون في عندك اونجلي يعني تاب خصوصيه اسمها لوك اب، بفقس بلاقي والله مزبوط ليك عم بيعمل سيلكت للكونتريز دوت كونتري نيم فروم كونتريز، يعني هذا الاتريبيو عن جد هو منه لوكال، عم بيروح يعمل له سيلكت، عم بيروح يجيبه من غير تابلو يجيبه يحطه هون عفاري مع 10 على 10. اوكي لا لا هي يعني كثير بسيطه يعني عليه التصليح. اوكي وكثير بسيط عليك الكرياسيون اونيتمون، اذا حدا بده يكون انه يلخبط فيهم هدول سي سي. حنروح نعمل لوك اب كمان للاتريبيوت الثاني اللي هو اسم الريفر اللي بتقطع هيدا النهر، سو حنروح على ريفرز نكست ريفر نيم نكست نكست انيبل انتجريتي اند ذن فينيش. دو يو وانت تو سيف؟ يس. هيدا الجمعه ان شاء الله بكره. اي بوي في عندنا هون ديستنس مزبوط، هي الديستانس pour laquelle la rivière parcourt en fait le pays. اوكي هلا مين لي كلي بريمير بين الاثنين سوا؟ مين لي كلي بريمير هون بهيدا التابل؟ السي نيم والار نيم مع بعضهم. دونك بعمل بعلم اول وحده، بعمل شيفت صح، وبضلني فاقس على الشيفت قبل ما اعمل بوتون دروا، لانه بالاغلبيتهم كمان بيشيلوا اصبعهم عن الشيفت، رايت كليك بصير بيعلم لك بس وحده منهم. اوكي بلا علمنا باول وحده والثانيه، بس اذا شلت ايدي يعني شلت ايدي عن الشيفت بس تفقس على وحده منهم حتروح العلامة عن الثانيه. دونك il va falloir sélectionner la première et la deuxième. ليك خلي الشيفت مفقوسه، رايت كليك برايمري كي، بيمشي الحال على الاثنين سوا. اوكي Je ne vais pas répondre à aucune question durant le labo numéro 3, la nuclette est inconnue. OK? Donc, la haddaraje, quel chien nous, avec l'expérience que notre labo a offert, on va vous dire que je ne vais pas vous dire que je Ctrl S, Ctrl W, tant de rouge, nous sommes là. حنعرف دو ريفيير، عندي الاود طوله 224 كيلومتر. الكونتري اللي بينبع منه ليك كيف طلعت لي كومبو بوكس، اوكي؟ او ليست دي رولونت، دونك السورس تاعو هو فرنسا، مستحيل بقى اتغلط فيها. يعني بشكل اذا بدك تقول له شو عدد سكان البلد اللي بينبع منه الاود بكره بالركات، مستحيل بقى يغلط، مستحيل يقول لك يا با ان سارتان بيي ayant ce nom-là. Là, nous, on a déjà un « tout un « I ». OK ? C'est la limite du « look up » et c'est la limite de la relation entre les tables. C'est ce qui est impossible d'accès à Excel pour lui donner la clé pour 10 ans. La masse name, en fait, est sur le Méditerranéen. Je peux définir un autre, le Cavado, 135. Mais le Portugal, nous avons un « I ». Le Portugal, ici. Donc,
دونك اذا بحاول حطه بس اسيف هلا مش حيكون كثير مبسوط. Voilà. You cannot add or change a record because a related record is required in table countries. هذا اللي كنا عم نقول عنه من اول حصه انه هلال ما بيقدر يزيد لنا داتا اذا نحن مش مبسوطين عنه. دونك temporairement في يروح حطه انه هو فرانس جو سوفغارد. في يروح زيد هون countries سميها بورتغال بتركها زيرو بور لو مومون وبرجع لهون على الريفرز وبغيرها بحطها بورتغال. اوكي اتسيتيرا اتسيتيرا. نجي على الكروس هلا اعطيك هون انه الاود بيقطع فرنسا لهالمسافه. اوكي دونك جو بو دير لا فرانس اي ترافيرسي بار لود بور سيت ديستانس لا. اوكي اوكي مش ما طال عليكم بنفس الحصه حناخذ الاتندنس بس الخميس الجاي حنشوف اهميه اللي هلا نحن عم نعمله لحديت هلا نحن بس خلقنا تابلو حطينا فيهم دوني. طب عظيم بعدين ابسوليمون ابسوليمون حنعمل الخميس الجاي هو نكتب روكات اسي امبورطونت اسي اليغونت وتجيب المعلومه اللي بدك اياها اللي بيخطر على بالك. بدي كل الانهار اللي بينبعوا من نفس البلد اللي بينبع منه نهر الاود. اوكي ليك معمول عن قصد ابستري دائما كان اوقات يعطوني ملاحظات طلاب عليه معمول ابستري عن قصد مشان ما تشتغل وانت انه مثلا عامل بريجيجمون على الموضوع او وات ايفر. لا خلص نحن عندنا يهون ريلاسيون وعم نشتغلهم تكنيكمون واحد واثنين انك تفهم انت ولو كان الدومين انت ما منك اكسبير فيه تحاول انك تفهم الركات تكنيكمون كمان تحولها ل لكود بكره لما نحولها نحن لكود. اوكي فاون فا بوفوار فير انورمون دو شوز. في له جيب لي كل الانهار اللي بتنبع من بلد بينبع منه الاود وبيصبوا بنفس المسطح المائي اللي بيصب فيه الاود. اوكي يعني كانه كل الشرطان لونهم ازرق اللي على الخريطه اللي طالعين من نفس البلد فرنسا واللي صابين بنفس المحيط. لا لانه انا لا ما بكون هلا لساعه 8 بالليل ما في ما بقدر اعمل ابلود بعد 8 بالليل. لا. اوكي